كان شابا في 30 من عمره حين وقع قبل 67 سنة إلى جانب شخصية أخرى تمثل الخريطة السياسية والجغرافية للمغرب على وثيقة المطالبة بالاستقلال، خطوة جريئة يفسرها المناضل أبو بكر القادري بالمساندة التامة لجلالة المغفور له محمد الخامس وباقي شرائح الشعب المغربي لهذه المبادرة الشجاعة. من حسن حظ المغرب أنه تولى أمره ملك شاب غير خليك صار يشعر بمسؤوليته وعمل يديه في الحركة الوطنية. هذا وبعبارة عندما تقدمنا الوثيقة ديال المطالبة بالاستقلال كنا يعني متيقنين بأن الملك غادي معنا وأن الشعب المغربي ما دام من وراء ملكه وما دام من وراء الحركة الوطنية اللي ولات كتفرض وجودها غادي نوصلوا لتحقيق ما نريد وقد كان هم النخبة الموقعة على وثيقة المطالبة بالاستقلال كسر قيد الاستعمار للتمكن بقيادة الملك الشرعي من إنجاز إصلاحات في مختلف المجالات للنهوض والاقتصادية اللي فيها أولا كتحاكم الماضي كتوعد الحيثيات بان ها الحمايه كيفاش كانت كتصرف في المجال السياسي في المجال الثقافي في المجال الاقتصادي في جميع المجالات، ولكن كتصرف تصرفات اللي هي كتماشي السياسه ديال الحمايه ماشي السياسه ديال الحريه ديال البلاد. فكنا نطلبوا أولا بهذا يزول هذا الكابوس اللي علينا ونصلحوا بلادنا بيدينا. وهنا كتجي فكرة ديال الاستقلال أن نستقل بلادنا ونظلم بلادنا كما نشاء وكما نريد ويشعر الشعب المغربي بأنه في وطن حر وأنه حر في وطن حر. ومن بين الخلاصات التي تجدد مؤلفات المناضل أبو بكر القادرية تأكيد عليها في الموضوع كون وثيقة المطالبة بالاستقلال في سياقها التاريخي المتسم بظهور الحركات التحررية العالمية ثورة وطنية تحقق لها النصر بفضل الالتحام الوثيق بين العرش والشعب.